هلا ابي اتكلم عن غلطه رويشد بألف وانت سيد العارفين. هذه الحفله اللي الكل كان قاعد يتكلم عنها خلال الويكند، على الرغم من ان تلتها حفله اخرى لنتاشا شمع حمدان ورابح صقر، ولكن الحفله اللي كان لها اصداء كبيره وكثيره وامتدت حق الويكند كله ليه حتى اليوم قاعد يسولفون عنها، هي كانت حفله الفنانه نوال الكويتيه والفنان عبد الله الرويشد. مما صدف ان حتى في فبراير الكويت، هذا المهرجان اللي راح يتم خلال فبراير، راح يكونون نوال الكويتيه وعبد الله الرويشد. بعد شوي راح نراجع وياكم الجدول كامل على الهواء. هذا طبعا اخر شيء اللي نزل حاليا، ما راح يكون عليه اي تغيير ان شاء الله. هذا الرسمي راح يكونون في حفله واحده مره ثانيه، واتوقع انهم راح يغنون مع بعض بعد هالمره ان شاء الله. ليش لا؟ نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يا رب. ولكن ردود الافعال كانت متفاوته على الفيديو اللي انتشر من مشاري بويابس، ومن بعدها ردود الافعال اللي صارت من احلام ومن نجوى اللي هي قطرية. ما ادري شلون يقولونها تصير حق احلام، هي ما تصير حق احلام صح؟ اتوقع ان هي مجرد صديقه. اوكي، على العموم قالوا الناس على سالفه الجبس اللي انتشر اللي هو لونه اخضر، متناسب ومتناسق مع لون النفنوف اللي لبسته نوال الكويتيه في حفل فبراير في حفل دبي. صحيح، في ناس قالوا بأن لا تسيئون الظن، أحلام مو قاصدة، لأن السنابات بسناب شات تثبت بأن أحلام حطت الجبس هذا من الصبح، فما كانت تدري أساسا بالحفل بالليل الفنانة نوال الكويتية شنو راح تلبس. صحيح، آمنا بالله. أوكي، شعوركم وهداية الله. إيش حق عيال تصورين الجبس مرة ثانية بالليل وتضحكين؟ نقول إنه صدف، نحسن النية ونقول إنه صدف. حسن النية بروحك. أنا آسف. بالنهاية نوال الكويتية بنت ديرتي، أحبها أعشقها، أتمنى لها كل التوفيق، وأن وصلت المرحلة لقلة الاحترام فلن نقبل، لأن لو كان صدر أي تصرف من نوال ضد أحلام فأنا راح أوقف مع أحلام وراح أعاتب نوال. ضحكت ما ضحكت، ما في شيء ملموس، ما في شيء واضح، ما في شيء. وإن كان فنوال أحلام روحوا حلوا مشاكلكم بروحكم، لا توصل لمرحلة الإساءة قدام الناس، لأن ما راح نرضى بأن أيا كان يشبه فنان من فنانينا بالكويت أو بالخليج أو بالوطن العربي. صحيح، بهذا التشبيه السخيف اللي ما له داعي. أحلام أحبك، أموت عليك، أحترم فنك، أحترم كل شيء قاعد تقدمينه، ولكن أتمنى تراعين أفعالك بالفترة الجاية. لك كامل الحق إن أنت تتصرفين مثل ما تبين، وإحنا لنا كامل الحق إن إحنا نعلق مثل ما نبي. كل فعل لردة فعل، هذا فعلك، هذه ردة فعلنا، نتكلم بهذه الطريقة. تصدقين كان عندي طموح شخصي بأن تكون في عندي مقابلة مع الفنانة أحلام، وبأني أكون من الإعلاميين اللي تشرفون في مقابلة الفنانة أحلام في برامجهم. اليوم ما أتمنى هذا شيء نهائيا، شخصيا أنا علي نجم أتكلم. وأن حصلت هذه الفرصة أتمنى كل التوفيق للفنانة أحلام، ولكن طول ما أن النية صارت مو واضحة نهائيا، وطول ما أن صار في وايد لغط وايد كلام وايد مشاكل وايد أمور لها أول ما لها آخر، ما أدري شنو ممكن يصير. لربما الفنانة أحلام ما راح يصدف أنها تكون ضيفتنا في يوم من الأيام، ولا تتمنى أساسا أن أنا ممكن أقابلها كعلي نجم أو كزينب بنت علي أو غيره. صحيح، ولكن من قبل لا يصير أيا من هذا الكلام، بعض الأمور توصل الإنسان لمرحلة بأنه ما وده يعلق تعليق جارح أو تعليق يسيء أو 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 أو. بالنهاية كفنانة أحلام ملكة مميزة، فنانة عربية شاملة ناجحة بكل المقاييس، لكن بعض التصرفات السيئة اللي بدرت في الفترة الأخيرة خلت الواحد شوي تتزعزع. وإن كان مثل ما قالت إن الفنانة نوال الكويتية كان المفروض إن هي تمنع مشاري بويابس من إنه ينزل الفيديو، لربما أعتب على الفنانة نوال إن لو كان بيدها الموضوع كان قالت، مع إن مشاري قال إن هي ما علي ما تكلم. خلينا نتكلم بواقع. إنزين، هذا أكاونتي أنا، أنا راح أتحمل كامل المسؤولية إن أنا أنزل اللي أبيه دام إنه هو باسمي. طيب ما أنت ممكن يعني إذا هي كانت طالعة أو قايلة كلمة غلط، الفنانة نوال كان عندها الحق إن هي تقول له، ولكن أنت لما تصورني وأنا ما مو قايلة شيء زين واقول لك والله لا لو سمحت لا تنزل الفيديو، وانت تقدر تقول لي ان هذا اكاونتي انا حر فيه. صح، فخلص دام ان الشيء بدر منك انت فانت تتحمل، فليش انا عشان والله موجوده بالفيديو انا اتحمل معاك نتيجه الشيء انت سويته. على العموم مشاري بويابس ما هو قليل شر، لا اكيد نهائيا ما هو قليل شر. مشاري بويابس سبق وان تابعته بان اذا قام يتكلم فهو يتكلم في ملفات اول مره نسمع فيها. صحيح، ولكن على قولتهم عروقه بالماي، ولا الفنانه احلام ممكن ان هي تكون ساكته، ولكن بلاش مشاكل، نتمنى نشوف فن ما نشوف مشاكل، واتمنى ان شاء الله يحلون الخلافات اللي بيننا. امين يا رب العالمين. الماي شوي. احلام نحبك ونتمنى لك كل التوفيق. الفنانه نوال الكويتيه انت على الراس وعلى العين ومقامك وقدرك والعزيز الغالي عالي، ونحبك ونتمنى لك كل التوفيق.